بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. سلام. سأتحدث اليوم مجددا عن الوحدة في الله. يعني يجب أن يصبح البشر على هذه الأرض واحدا، يعني لا شيء يفرق بينهم أبدا. هذا هو دين الحق، بأن نكون كلنا سواسية في الممتلكات والحقوق والواجبات. هذه هي الرسالة التي يريد بها الله إنهاء هذا العالم وإحالته من حالته الفانية إلى حالته الأبدية. يجب أن نؤمن بهذه الحقيقة، وإلا فسيكون إيماننا بالله إذا كنا لا نفهمه يعني شبه باطل. طبعا الله لن يلد أحد عمله، ولكن علينا أن نفهم أن الحقيقة والمراد من خلق الجنس البشري هو الوصول إلى هذه النقطة، وهي أن يعني نحول عالمنا إلى عالم خالد، وذلك باتخاذ الله مثلا أعلى في السماوات، وأن نعمل سويا بحب، بسلام، بعدل، بتسامح، لكي نصل إلى هذه النقطة. يعني يجب أن نترك جميع أنانياتنا، يجب أن نغادر جميع التسميات أو يعني الملصقات التي نلحقها كالهويات الوطنية والدينية والعرقية والقبلية وما إلى ذلك. إذن علينا الخروج من إمبراطورياتنا الشخصية، يعني كل فرد وعائلته وما إلى ذلك، والدخول إلى العائلة الكبرى. وأتصور أن كل الكتب السماوية يعني تدعو في هذا الاتجاه، سواء كانت التوراة أو الإنجيل أو القرآن. فالقرآن ذكر مرارا بأن ليس المال ولا البنون التي يقربنا إلى الله زلفى. والمسيح يسوع ذكر مرارا بأن كل من يحب عائلته وأهله وأولاده أكثر مني فهو ليس مني. كل هذه الأمور واضحة وصريحة. فإذا كنتم متدينون بأي من هذه الديانات، فلماذا لا تطبقون؟ يعني يجب على كل فرد منا أن يفهم أن كل فرد آخر في هذا العالم هو جزء منه، كلنا كنفس واحدة. يعني من المفترض أن أنا يعني ماذا يضيرني أو يضرني إذا أنا كنت أعيش مسرورا و بسلام وهدوء، والإنسانية من حولي جمعاء تعيش بنفس المستوى. يعني لماذا أنا أريد أن أكدس الأموال، ويعني أنا أعلم أن هناك أناس تعيش من حولي ليس لديها أي شيء. يجب أن نفهم هذه النقطة. وعندما نقول تزكية النفس، هذه الأمور كانت تحصل في السابق، وكان يعني يقبل موضوع الإنفاق من المال. أما الآن فنحن دخلنا في المرحلة الأخيرة، يعني الخطوات الأخيرة قبل الوصول إلى خط النهاية. علينا أن نعمل ونطالب من أجل الوحدة بين جميع البشر، والمساواة في الممتلكات والحقوق والواجبات بين جميع البشر، وأن يعني نهدم جميع الحدود بيننا وجميع الانقسامات لكي نصل إلى دار الخلود. يعني مفتاح الخلود هو في الوحدة. عندما نمسك هذا المفتاح ونفتح الباب، يصبح ملكوت الله هو على الأرض، يعني كما الله في السماء يكون الإنسان على الأرض. يعني المفتاح أمامنا، ولكننا لم نخطو بعد في
لأخذ هذا المفتاح وفتح الباب. فكل صلواتنا وكل ما نقوم به، يعني إذا كان بإمكاننا يعني التوجه في هذا الاتجاه ولا نسلكه، تكون صلواتنا لا معنى لها، يعني أننا لا نفهم لماذا نصلي ولماذا الله يطلب منا كل هذه الأمور. يعني أن نكون عبدا لله، أن نخدم الله، ما معنى أن نكون في خدمة الله؟ أن نكون في خدمة، يعني في سبيل الله، يعني ماذا يريد، في تحقيق ماذا يريده الله منا، في أن نكون يعني متناصرين متحدين في الله. وهذا يعني أن نصل بالبشرية إلى النقطة التي يريدها الله، وهي الوحدة من خلال تحقيق المساواة التامة. هذا هو الحق، يعني لكل فرد منا الحق، كل فرد منا الله أعطاه في نفسه من الألوهية ما فيه. يجب علينا أن نحترم بعضنا بعضا بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، بغض النظر عن الشكل، بغض النظر عن أي شيء ممكن أن يفصل بيننا أو يجعلنا نشعر أننا أفضل من الآخرين. هذا هي النقطة، هذا هو صميم التوحيد في الله. علينا أن نوحد الإنسان، علينا أن نعمل سويا، يعني بشكل دائم على مدار الساعة لتحقيق هذا الأمر، لكي نحصل على الخلود. لن نحصل على الخلود طالما أننا متمسكين بأنانياتنا، يعني انقساماتنا، بكل ما يقسمنا، لأن يعني الرياضيات تؤكد أن كل أي رقم إذا قسمته على صفر يساوي ما لا نهاية. يعني يجب أن نزيل كل ما يقسم بيننا، يجب أن يكون ما يقسم بيننا هو صفر لكي نحصل على دار الخلود. المعادلة بسيطة، الله واحد في السماء، يجب أن يكون الإنسان واحد على الأرض. هذا هو المراد من خلقنا، وهذا هو ما أمرنا الله به. عندما يقول الله كلا لم يقضي ما أمره، لم يقضي ما أمره، معناته أننا حتى الآن لم نصل إلى ما يريده الله منا. ولكن في النهاية الله عنده أجل مسمى، وعندما يأتي هذا الأجل يعني يضع، يعني الألغوريتم الرباني سيسير بطريقة ما تبعد عن هذا الوجود كل من هم يقفون أو يعارضون سبيل الله. وهذا هو سبيل الحق، يعني يجب أن لا يكون في قلوبنا أي غل، يجب أن لا يكون عندنا أي مشكل في أن يكون كل من حولنا يتمتعون بنفس السعادة والإمكانيات التي نتمتع بها نحن. طبعا هناك أمور تتعلق مثلا بالحكمة والوعي وما إلى ذلك، والعلم والمعرفة، هذه أمور شخصية باجتهاد شخصي. إنما الحقوق الأساسية والواجبات الأساسية والممتلكات الأساسية يجب أن تكون مساواة بين الجميع. هذا هو الهدف الجماعي، وهذا هو دار الخلود. يعني عندما يكون العدل سائدا والسلام، يعني عندما لا يكون هناك أي داعي يعني لإثارة نعرات ولا خلاف ولا انقسامات، لا يعود هناك حروب، لا يعود هناك كره، لا يعود هناك تنافس في الأمور المادية، لا يعود هناك داعي لأي أحد أن يستحلي ما لدى جاره أو أخيه، أو أن يحسده عليه. الكل سواسية، الكل سعداء. هذه هي الحالة النفسية التي يريدها الله لعباده المطمئنين لكي يعطيهم دار الخلود. وكل من لا يشعر بأنه قادر على قبول هذا الأمر ليس هو بأهل لأن يحصل على الخلود، لأن يمتلك نفسه. يعني الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون. والأمانة هي تأدية الأمانات إلى أهلها، يعني كل فرد منا يجب أن يحصل على حقوقه كاملة.
والآن ليس هناك سوى الظلم والجور وال يعني التعدي على الحقوق حول العالم. فمتى سنكف عن يعني نطلب من الله الجنان والفردوس الأعلى ونعمل ونصلي وندعو وما إلى ذلك؟ إنما عندما ندعى إلى الوحدة، إلى الإنفاق، إلى التقسيم بالعدل، ننفر. على أي أساس تريدون من الله أن يعني يعطيكم جنان ودار خلود وما إلى ذلك وأنتم لا تضحون بشيء ولا تسعون لأي شيء؟ يعني الأمثلة التي أعطانا إياها الله عديدة، سواء عندما طلب من إبراهيم أن يضحي بابنه، سواء ما ورد في النصوص السماوية عن هذا الموضوع أن العائلة والمال ليسا من بما يقربنا إلى الله زلفى. وماذا يعني التقرب من الله؟ يعني أن نكون من الصالحين والمقربين، يعني أن ندخل مجال الخلود. وهذا لن يحصل. يعني طبعا تسألون إنما يعني ماذا سيحصل بالموتى؟ نحن الآن أحياء. البلاغ هو لمن هو على قيد الحياة، أما الأموات فيبعثهم الله ويحاسبهم وفق أعمالهم. إذا كانوا أهلا للخلود يعطيهم الخلود، إذا شاء هو ذلك ورأى أن ميزانهم صالح كفاية وكان لديهم القلب السليم وكان لديهم النية الصافية لكي يعني لإحلال السلام والوئام والمساواة والعدل والحق والحب في هذا العالم. هذا هو الميزان، ليس الميزان ميزان أني أتبع النبي الفلاني أو الدين. الحق واحد. أي دين يدعوك إلى كراهية الآخر أو التكبر عليه ليس دين حق. دين الحق هو الإخلاص لله فقط في العبادة وفي السلوك. والعبادة هي أيضا يعني شقين، روحاني وسلوك. هذه هي العبادة الحقيقية، هذه هي العبودية الحقيقية لله، هذه هي خدمة الله. ونحن لا نساوي شيئا بدون الله. وسترون الذين يضعون الله خارج حساباتهم تماما. ماذا سيحصل بهم؟ أو الذين يكذبون على الله، يعني يكذبون بالدين. مش يكذبون بالدين يعني ينكرون الدين، إنما يكذبون به، يعني يصلون إنما هم يراءون وساهون عن معنى الصلاة وكيفية تطبيقها خلال حياتي. يعني أنا لماذا سيعني أكون لي حقية بدخول عالم من الجنان والأبدية وما إلى ذلك وأنا لم أسعى لها سعيا؟ لمن يريد الحياة الدنيا طبعا الله يؤاجركم خلال حياتكم ويفتح لكم أبواب الدنيا، إنما لا تتأملوا بحياة آخرة جيدة إذا لم تأتوا الله بقلب سليم، إذا لم تكونوا تحبوا لكل من يعيش من حولكم ما تحبونه لأنفسكم. يعني أنا مرتاح ماديا، بكون متأكد أن كل شخص بعرفه أو عايش حواليه عنده ما يكفي، وإلا ما المفروض قدرناه؟ هذا هو اللي بده يعيش بطريقة ربانية، لأنه الله ما بيبخل على حدا وبيعطي اللي بيسأل واللي ما بيسأل، هو بيعرف. إذا بدك تاخذ الله مثل أعلى، هيدا هو الطريق. يعني ما ممكن منا حدا يوصل بدون ما يضحي. بدنا نعرف إنه يعني بما إنه خلقنا وبعثنا كنفس واحدة، ومن قتل الناس جميعا كما قتل يعني نفسا بغير نفس كما قتل يعني الناس جميعا. بدنا نفهم كل هالمستجات هي الوحدة.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أقربكم عند الله أتقاكم، يعني أتقاكم بكل هالأمور اللي ذكرتها. ولكن نحن هلأ عم نفوت بالخطوات النهائية، يعني اللي ما بده يضحي كرمال الهدف الرباني، اللي ما بده ينصر الله، الله مش حينصر. إنكم منا لا تنصرون، يعني اللي ما بده يمشي بالخط الرباني ما يتوقع شيء منيح أبدا. والله غني عن العالمين. نحن عم نحكي، نحن يعني انت بدك، يعني كيف انت بدك يعني تفوت على سينما، على صالة سينما، ناس ما معها تدفع حق التيكت، وناس ما بعرف شو، ويعني في الله عطيكم تيكت ببلاش، كل شيء مطلوب منكم انكم تفوتوا تخطوا هالخطوتين وتفوتوا على التيكت ببلاش. اللي صاير انه اللي معهم مصاري، نحنا فينا نشتري تيكت، ما بدنا نخلي غيرنا يفوت، اوكي؟ واللي معه مصاري مجبن وقايلين له هدوك، اللي معه مصاري عم بيضحكوا عليك، ما في تيكت ببلاش. هيدا هو اللي صاير، يعني الله حاطط علبة فيها تيكتات ببلاش، وعاء في تيكت ببلاش على باب الصالة، وفي برا واحد عم ببيع تيكت. اللي معهم مصاري ما بدهم يخلوا اللي ما معه مصاري يعرف انه في فوت ببلاش، واللي ما معه مصاري مصدق اللي معهم مصاري. عرفت كيف؟ يعني اللي معهم مصاري مش عم بيقولوا خلص نحنا بدنا نكب مصرياتنا ونفوت مثلنا مثل غيرنا، ما عم بيقدروا ينزلوا من التكبر والغرور تبعهم. واللي تحت عميان خالص عن اللي صاير، وعمان شايفين قدامهم انه حقهم الله حافظه. يعني في جهل مدموج بجهل، يعني بغرور، بتكبر، يعني عمى، سواء بالشرق، سواء بالغرب، سواء بالشمال، سواء بالجنوب، للأسف يعني، لأنه ما في إيمان حقيقي. يعني المنو هو آمن بالله فعلا، أو إنه في قدر يتكل على الله 100%، والله عم بيقول لك إنه هذا هو مفتاح الخلود. بتخطي هاي الخطوة بتاخده وبتفتح الباب بتفوت. بس ما حدا مؤمن بإنه إذا خطي هاي الخطوة بيلاقي مفتاح وبيفتح فيه الباب. هذه هي النقطة يلي من كل عميانين عنها. يعني كل واحد منكم بده يغمض عينيه يفتح عينيه يلاقي حوله بالجنة، ما بيمشي الحول هيك. ما بيمشي الحال هيك، بدنا نضل ننقبر ونموت ونعيش ونخسر أنفسنا وبدري ايشني، ونضل بهذا دوامة الموت. بدنا نفهم بقى إنه الطريق الخلود قدامنا والجنة قدامنا، كل ما هو المطلوب منا إنه نضحي منشان نكون كلنا مثل بعض، كل واحد منا يعين التاني. وهذا لا يمكن أنه يصير طالما أنكم معميين بقصص الأوطان والأديان والمذاهب والمناطق والمليون علة بعلة، وطالما أنه كل شي شايفينه هو أنتو وولادكم. مع أنه مثل ما قلت الكتب السماوية كلها، من أول كتاب دارما للقرآن، كلهم حذروا من التلهي بالمال والبنون. كلكم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أو الغبي الساحق، مشان نكون يعني عادلين بالحكم.
ليه ما بيشتغل للآخرة؟ مش راح يصلى سواء بيوم القيامة، يوم بعث، ولا هلأ. هيدي لازم تفهموها بشكل واضح، وما تفكروا انه هلأ اذا الله فاتح بوجهكم هون بالحياة معناتها راضي عنكم. بالعكس، بيكون عم بيوفيكم اجوركم هون وهونيك، ما لكم عوضي بقى. سلام.